بتعمل سكتشات وبنزلها على الانترنت، بيصوروا نفسهم بالموبايلات وينزلوها. ساعات بتبقى سكتشات كوميديه، او ساعات بتبقى تحديات، او ساعات بتبقى مصارحات. احنا هنطلب من كل اسره ان هي تعمل سكتش عائلي. اكيد هنحب يكون يبقى فيه لطافه، اكيد هنحب انه يكون كل افراد الاسره مشتركين في السكتش ده عشان نبقى يعني متواكبين مع اللي بتعمله الاسر دلوقتي. نبتدي باسره سبايدر مان. استاذ عصام، انتوا المفروض دلوقتي هتعملوا سكتش مع بعض، تتخيلوا حاله المذاكره وانتوا بتذاكروا للولاد، وانا مش هقاطعكم بس يعني هتتقمصوا الشخصيه بقى. انتوا بتعملوا فلوج او بتعملوا فيديو وهتنزلوه على الانترنت. طيب يلا يا سيلا، يلا يا انس، يلا يا سيلا، هاتوا الشنط بتاعتكم عشان هنقعد نذاكر. يلا يا سيلا، يلا اكتبي لي يا سيلا لو سمحتي حرف الميم. طيب تعرفي بقى تكتبي لي ميم فتحه؟ طب يلا اكتبي. برافو يا سيلا. يلا يا انس، ميم ضمه. يلا منورين، واظنهم مذاكره زي كل يوم. اكتبي انت بقى يا نوري، اكتبي لي حرف الباء. يلا يلا. اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ثلاث سنين صح؟ لقطت منهم هم. اسم الله عليها، ثلاث سنين. ثلاث سنين ونص. برافو يا نورين. ايه ده، استنى. طب قولي لها تكتب حاجه تانية. يلا يا نوري تعالي نكتب حاجه كمان. تعرفي تكتبي لي الف؟ الف. يلا شطوره. طب بصي بقى، سيلفي عائلي كده. يا سلام. هنشوف بقى مين هياخد احلى سيلفي اسري، سبايدر مان ولا سوبر مان. يلا يا نوري. السيلفي تمام، السيلفي تمام. انتوا بقى هتعملوا سكتش عامل ازاي؟ انتوا بقى هتغيروا كارير العيله. اه. الاستاذ صحفي مرموق بيقنعكم ان انتوا تلعبوا تشتغلوا في السيرك. هتعرف تقنعهم يشتغلوا في السيرك؟ ان شاء الله. فكره ان شاء الله، فكره مربحه. احنا كنا اتفضلوا. بس تدريبات اتفرجوا عليها. ايه ميسان؟ نعم. تعالي هنا. نعم. ما تعملي شويه حركات من الجمباز، يمكن اي حد من بتوع السيرك اللي احنا مقدمين فيهم يكلمونا. يلا يلا. انت جاهزين؟ برافو برافو. بصوا وروني حاجه بقى نقدم بيها تقنعهم ونكسب على طول. يلا يلا بسرعه. يلا يا بيسان وريني تعملي حركه كده. متحمسين قوي. ايوه يلا كده. ايه ده، هو انتوا بجد، انتوا بجد بتشتغلوا في السيرك؟ يعني اولادكم بيعملوا ده ليه؟ جمباز ده؟ جمباز. يلا صورة سيلفي. صورة سيلفي. يلا بس صورة سيرك بقى. يلا. لا صورة سيرك. يلا اعملي حركة جمباز وانت كمان اعمل حركة جمباز. يلا. يلا يا سليم. يا سليم يلا. اه. تعرفوا انتوا تفوقتوا على نفسكم في الجمباز. انا شكيت بجد ان انتوا يعني مش في الشارع. لا هما الاثنين بيلعبوا جمباز. انت من ساعه ما جيت الحلقه وعمال تقول لي عايزه اغني عايزه اغني، هتغني لوحدك ولا هتغني مع مع عيلتك، مع بابا وماما وبيسان؟ انا هغني لوحدي. لوحدك؟ لوحدك خالص. طب وقف في النص هنا بقى، انتوا ممكن تردوا عليه لو عايزين. يعني هو يقف في النص. ايوه. عايز تغني كده ولا اجيب لك ميكروفون؟ ميكروفون. ميكروفون يا جماعه، هو اللي طلب. معلش استناني لحظه واحده. ايوه يا سليم عظيم. يلا هتغني لنا ايه يا استاذ سليم؟ انا ابن مصر. انا ابن مصر، دي اغنيه صعبه جدا. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي كمان لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي كمان لفوق طول العمر. شفتها زمان ومواقف ما حل،
بس الصدمات بتقوي ومش بتهدى. انا ابني مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي كمان لفوق طول العمر. هايل 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 يا خالد، برافو يا خالد. دلوقتي الاسرتين اللي بيتحدوا معانا اسره سبايدر مان واسره سوبر مان، 3-2 لصالح اسره سوبرمان. احنا ثلاثة؟ احنا اللي تفوقنا. تفوقتوا انتوا بنقطة، عشان كده هتاخدوا جايزة معانا، هتاخدوا موبايل. الموبايل ده هيبقى بتاع مين في العيله؟ انا ممكن بس اقول لها بص يا سليم، انت ممكن تدي موبايل لماما تديكي الموبايل القديم، ان ماما بتعبت قبل ما تجيب موبايل، فالحمد لله جالنا اهو ده. انتوا بتدفعوا على طول قلبها عليكم والله العظيم. عمر قول لي يا سليم، موافق على اقتراح بيسان انه انت تدي ماما الموبايل الجديد وهي تدي لك القديم بتاعها؟ علي الفيديوهات ده؟ لا ده عليه فيديوهات؟ لا لا ما عليهوش فيديوهات طبعا، عشان كده هياخد التاني اللي عليه الفيديوهات ويسيب ده. زعل. انا ما يعني مش عارفه اكذب، بس يعني هنزل لك عليه كل الفيديوهات. بس ماما تستاهل الموبايل الجديد يا سليم حبيبي يا سليم. خلاص هو سليم اللي هياخده خلاص. بابا قال لي هو هينزل لي فيديوهات عليه. هتنزل فيديوهات، يعني هو لو نزل لك فيديوهات على موبايل مامي القديم، ماما القديم، هتاخد موبايل ماما اوكي؟ لا بابا هو هينزل موبايل. خلاص هدي لماما الموبايل. هو وافق على اقتراح بيسان وهيديه لماما. والله انت امور، برافو. الحمد لله برافو. اسره سبايدر مان استاذ عصام، انت وكم اولاد ربنا يحميها، ربنا يحميها. الله اكبر، يعني شطوره ان هي بتكتب الحروف دلوقتي. انتوا كمان كنتوا متفوقين وشاطرين، وانتوا كمان لازم هتاخدوا موبايل زي سليم بالظبط.